من خلال اللقطة الماضية وتألق لحارس المرمى ياسين. هنا لدينا يوهان نعم طبيب لكل الجراح يوهان طبيب لكل الجراح يوهان. ضاعت ركلة الجزاء قلنا الأمور النفسية لكن يوهان يظهر يوهان يسجل يوهان بولي هدف التعادل لمصلحة الريان أصبحت 1-1. نعم هدف لمصلحة الريان. هنا لدينا أعتقد بأن هذا الأمر بعد تألقه في ركلة الجزاء هذه الكرة اللي أمامنا شوف ركلة جزاء على طبق من ذهب. يتكرر المشهد بأن يسدد ياسين إبراهيمي ركلة جزاء أمام بابا جبريل. ما الذي سيحدث في هذا الكلاكي ثاني مرة؟ ياسين إلى التعادل. نعم يتعادل الريان من علامة الجزاء. ياسين إبراهيم يصور لسناب صور هذه الكرة بهذه الطريقة في منتصف المرمى يسجل ياسين إبراهيم الأولى تصدى لها أما الثانية فلا.